المرحلة الأولى فقط اللي بنطلقها، وبالفعل يمكن سيادة الرئيس هيشرفنا بإطلاقها اليوم بصورة رسمية، ولكن دايماً يعني عادة سيادته أنه بيقول أنا مش بطلق حاجة غير إذا كنت بتتنفذ على الأرض. إحنا بدأنا فعلاً تنفيذها من بداية العام، 52 مركز بتشارك فيهم كل جهات الدولة المصرية، وبتتنفذ النهاردة أكثر من 1400 قرية، بالإضافة إلى أكثر من 10,000 تابع. المشروعات اللي هتنفذ في هذه المرحلة الأولى لوحدها هتتجاوز تكلفتها 260 مليار جنيه. النهاردة بنستهدف ليه؟ طب ممكن أحد الزملاء يقول طب اشمعنا ال 52 دول اللي بنبدأ بيهم؟ الكلام ده تم بدراسات علمية، اخترنا ال 52 بالرغم أن احنا هنبدأ في البقية ال 175 على مدار العامين القادمين، ولكن هنا احنا بنتكلم اخترناهم طبقا لمعايير معدلات الفقر، المشاكل اللي موجودة، نسبة الخدمات اللي موجودة، عشان كده اخترنا دول لان دول الاكثر احتياجا للبدء فيهم الفوري. عندنا اربع تدخلات رئيسية في هذا المشروع العظيم: تحسين مستوى الخدمات البنية الاساسية، بناء الانسان المصري اللي موجود، تدخلات اجتماعية واقتصادية، والتنمية الاقتصادية زي ما بقول. الحقيقة كل واحد من دول تحتيه عشرات المشروعات. يعني لما نتكلم على البنية الأساسية بتكلم على صرف صحي ومية شرب. كل أهالينا وكل دايماً أعضاء مجلس النواب لما بيجوا للحكومة بيقولوا عملوا لنا الصرف الصحي للقرى، الريف عايز الصرف الصحي. والدولة الحقيقة كانت على عشرات السنين بتحاول إنها يعني تلبي هذا المطلب، ولكن إمكانيات الدولة المصرية لم تكن قادرة على تنفيذ. النهاردة الحمد لله بتوجيهات سيادة الرئيس وبقدرتنا وبالخبرة اللي تراكمت للشركات المصرية على مدار السنوات السبع الماضية، النهاردة بنبقى مطمئنين ان احنا بانتهاء هذا المشروع العظيم هيبقى 100% من الريف المصري عنده صرف صحي وعنده مية مستمرة وعنده كهرباء لا تنقطع ابدا على مدار ال 24 ساعة ان شاء الله. ده بالاضافة لتطوير الطرق، مجمعات الحكومية اللي هتبقى موجودة، الغاز الطبيعي اللي هيدخل باذن الله. في بناء الإنسان المصري عندنا التعليم والصحة والشباب والرياضة والتوعية والثقافة، تدخلات اجتماعية وتوفير لسكن كريم وإحلال وتطوير البيوت القديمة اللي موجودة والمتهالكة عندنا، وبرامج لتدخلات عديدة هنشرحها بالتفصيل. وأخيراً إزاي أن هذا المشروع إن شاء الله يحقق تنمية اقتصادية وتوفير لفرص عمل لكل شبابنا. في المجال الأول إحنا كل أملنا من هذا المشروع زي ما هشرح لحضراتكم، لو هنتكلم على مجال زي مياه الشرب والصرف الصحي، احنا بنتكلم النهاردة ان 82% من قرى المرحلة الاولى ما فيهاش صرف صحي. بإذن الله هتكون بانتهاء المرحلة الاولى 100% القرى هتكون دخلت لها هذه الخدمة المهمة. واحنا عشان نترجم هذا الموضوع عشان نحس بحجمه وضخامة وتعقيد هذا المشروع، احنا بنتكلم على 130 محطة معالجة جديدة بطاقة أكتر من 2 مليون متر مكعب في اليوم هتتعالج من المية اللي كانت موجودة في هذه المناطق المحرومة. إحنا عندنا 217 قرية من دول فعلاً فيهم خدمات الصرف الصحي، ولكن العزب والتوابع والامتدادات اللي اتعملت بطريقة غير مخططة اللي هي مش مخدومة هيتم خدمتها من خلال هذا المشروع. لكن جنب ده 1143 قرية ما فيهمش خالص صرف صحي هيتعمل لهم صرف صحي جديد بإذن الله، بالإضافة لل 10,000 تابع اللي هيتعمل لهم حلول غير تقليدية إن شاء الله.